نصف إصابات كورونا بقارة أمريكا اللاتينية وقعت في البرازيل، فقد تخطت إصابات الفيروس حاجز النصف مليون لتصبح ثاني بؤرة للوباء حول العالم بعد الولايات المتحدة. يوما بعد يوم تتسارع وتيرة تفشي الوباء بشكل مفزع في هذا البلد. من الأمثلة أن ناديا رياضيا واحدا هو فاسكو دي جاما أصيب به 16 لاعبا رغم توقف التدريبات منذ شهرين بسبب الجائحة. الوضع المأساوي في البرازيل دفع الولايات المتحدة إلى إيقاف رحلات الطيران بين البلدين للحد من تفشي الوباء بينهما، فيما قررت الإدارة الأمريكية إرسال نحو مليوني جرعة من دواء الملاريا إلى البرازيل لمساعدتها في تحصين الأطباء الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الوباء، كما أرسلت 1000 مروحة تهوية لدعم الوضع الصحي داخل المستشفيات. وعلى الرغم من الوضع الوبائي المتفاقم في البرازيل، إلا أن عددا من الباحثين يتفاءلون بارتفاع نسبة الشفاء، حيث أفادت وزارة الصحة بأن حصيلة المتعافين من الفيروس وصلت إلى أكثر من 211 ألف حالة، وهو ما يقرب من نصف عدد المصابين.